السلام عليكم. انا سعيد فان دو بياس لاسوا شي حاجه مخيره القفاطين هذا وهذا القميص ديالو يعني كيدار دو بياس الثمن ديالو 800 درهم واحد الثمن اللي هو زوين واخا العالم الا ما عرفش عاد الثمن ديالو يجي من خارج الكم في لوينات كذلك لوينات مخيره شو لوينات انا كيفاش داير هنا اللون انسيكمي اش كيبين هاد القفطان ولا ما كيبينش؟ لا ما كيبينش العالم واحد تلبسو واحد اللي كيتلبسو واش تلبسو كيف كنقولو ديرو دو بياس ديرو دو بياس بغات تبطن عاوتاني تبطن ثمن زوين بعبار كبير يعني 3 متر ونص تقريبا القفطان ديالو تاهو كذلك فيه 3 متر مخير شي حاجة ما دايرهاش والثمن ديالو راه تاهو ثمن زوين هانا هانا السوس ديري تكشيطة ديري تكشيطة ريجي تكشيطة بغيت ديري قفطان كذلك ريجي قفطان بغيت تخيطي بالدوري تخيطي بالدوري بغيت تخيطي بالأرجنتي تخيطي بالأرجنتي بغيت تخيطي بالكارتي تخيطي بالكارتي بغيت تخيطي بالوت الحرير تخيطي بالوت الحرير نتي قولي شنو بغيتي ديري ونصايب لك ونعطيك داكشي اللي كاين هنا تمام هاوسا لونكاسي عاوتاني كتبقى عروسه ولا شي مرا كبيرة مزيان لونكاسي بالمسكي تا هو كيطلع وزع باش ما خدمتو كيف قلت لكم قبيله داكشي اللي مشى على الخضر كيمشي حتى على هاد اللوين وما كايناش شي حاجه كثيره اللي ما كيف كنقولوا ما ساعدش الحظ ما كانش محظوظه المره الجايه عاوتاني ما كاينه تصوير ما كاين عرب الرعاقه العالم ما نوقفش شتي انا تجبد لي العالم ما بقايش نتكس وما نساليش وما نحبسش فاش ما بغيتو في الجدال في القفاط في التكاشط وفي الخياطه وفي المدار وفي الطراسم وفي العقاد وفي القيطه صافي انت صافي المهم انت قلت لي المهم دويت قلت لي ماشي ندوي بغا نسكت واخا انا ما نسكتش اللي نقول لكم انا ساكت السيدي يلاه ما نقول والو ديروا لي الجيم وديروا لي بارطاج وخلي لي الفلوس ما درتوش الجيم وما درتوش بارطاج ما غاديش نسكت غنبقى داوي داوي انا بشعيب داوا شوف على الوين عاد تلفت بزاف واش اللون يخليك تدوي هذا راه يهضر بما يهضر على هذا الانوار كذلك الانوار شوف شنو كنوار الانوار مع ذلك نقول لك الثمن هذا تمام 800 درهم بغيت ناكد الثمن وصافي باش قال لي 800 درهم صراحه حيت هو السهله في راسك انت كتفكر في الثمن وانا كنفكر في العالم اللي كنتردد واللي بغى بياس واحد يتاب واحد يتاب بحال هكذا عاوتاني ولا الحسين سيدي 600 درهم وبصحتكم وراحتكم وتلبسوا وتعاودوا وعقلوا علينا حنا الله عمرنا دار حنا دراري زوينين حنا ديما كنجيكم جديد حنا ما نجدوش حنا بوحدنا حنا هما اللي كاينين الثقه في النفس بالخدمه بالابداع بالاجتهاد بالذوق ولله الحمد ومن طبيعه الحال بالدعم ديال الاعلام ديال محل الاعلام ما غاديش نسكت شي براسك الا ما كيبان لك كتشكر راسك وتثق في راسك فهمتي راسك مش كتراسك شكون غيشكرك في الزمان هذا في الزمان الصعب وخا العالم علاش بغيت تسمع شي حاجه اخرى عاوتاني في الزمان اللي بغى يسمع الطنطين دي شايف فهمتي وثق في راسك وتوكل على الله وفهمتي خليك مع الله وكون على يقين اخا العالم راه كلشي اذا كان معك الله تبغينا على كلشي إذا كان معك الله سبحانه وتعالى اتفقينا على الجميع واللهم اجعلنا في حماية الله وفي رعايته هانا سيدي شوف الوينات باقا كتشوف معايا الوينات فهمتي دير نتيجة التوكل على الله والثقة في الله والرجوع إلى الله والاستعانة بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله وفي الظالمين حسبي الله ونعم الوكيل أيوا هذا هو اللي كاين الثمن ديالو 800 درهم صافي مشي ولا مازال؟ وعليا انا غنقول لك راه بقى معايا واخا العالم تيجيو كليا العدس يلاه بصحتكم وراحتكم كليا العدس الصحة راحة جيمو بارطاج